أنا جيت. هاي هي أكبر جوهرة موجودة في لعبة فري فاير، وهذا أخطر هاكر شفته بحياتي. وما راح تصدقوا كمية السالب اللي إجت لهذا الشخص اللي هو الأول على العالم، وردة الفعل تبعه حزينة جدا. كل هاي الفيديوهات موجودة على التيك توك. اليوم راح نسوي ردة فعل لأول مرة على فيديوهات التيك توك. إذا بدكم نسوي سلسلة وصلوا هذا الفيديو ل 15,000 لايك. أوكي خلينا نشوف فيديو هدية ليفل 80. مستحيل نشوف مين رجع. اي شباب ساكورا بجد دوراتي فوق والله عرفت الاغنيه لوكليش. اذا حطيت ثلج وانت عاد الجدار في الدائب الوحيد راح تنزل تحت الخريطه هذه خدعه والله. شوفوا نزل كل تا... لا شوفوا 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 كم فتحه موجوده هون. شوفوا لما ندخل نلعب دائب واحد انت وحظك اذا اجيت بهي الغرفه او هي الغرفه او هي الغرفه. الحين صرنا نعرف سر الدئب الوحيد. والله لساته قاعد ينزل. شي يجي شباب مو وقفت خلاص الحمد لله. اوكي ريوك اف اف يعني ريوك شباب عنده موف مو انه يتحرك كثير فهمتوا. والله جيز وش ده هذا وايت في جليتش قاعد ينزل تحت الخريطه طلع. اوكي 2023 اوريون سونيا زمان ايش فلاش باك. اوه هاي قويه شباب. في 2021 2022 كان اقوى شخصيه هو سكايلر من الاخر. اوكي وقديما كان كلا الخامس. في 2019 كلا الخامس حتى الوك في 2019 كان اسطوري خرافي. 2020 وشوفوا الجوهره جوهر فري فاير. هاي اكبر جوهرة موجودة في لعبة فري فاير. شوفوا الجوهرة وات لساتها قاعدة تكبر. اوكي شوفوا شوفوا هو قاعد يطير يتبعها. والله بدي الكود تبع هاي الخريطة بدي اجربها بصراحة. لعب فري فاير 2023 جوهرة خلاص حاب اجيب سكن جديد. اوكي لعب فري فاير عندي والله يا شباب انه انا شخصيا الفاير باس الثامن هو اول فاير باس اشتريته في حسابي الاصلي اشتريته عن طريق الجواهر تبع الاشجار في 2019. في اول صفحه تبدا فلاش باك اكيد وننتقل الى عالم شباب زمن اخر. ولكن الى اين؟ الاحداث المنتظره، ما السبيل الى العوده؟ هذا ما سنعرفه داخل الكتاب. والله بصراحة يا شباب لو اتيحت لك الفرصة للعودة الى فري فاير القديمة هل توافق؟ شباب هل توافقون؟ انا اوافق بقوة مش بس اوافق. انا اذا قربت اخسر. انا اذا قربت اخسر راح اجيب الزيت. والله يا شباب انا الزيت ما اعرف افعله اصلا. اوكي لازم اقول لجيكس يعلمني. وات ايش ده؟ والله انا بدي اعرف الناس اللي تسوي هاي الفيديوهات شو بياكلوا على الغداء شو بياكلوا على العشاء. اوكي شو هو اسباب شو هي الظروف اللي تخليهم يسووا فيديو مثل هيك ما فهمت. والله كلا الخامس هو الوحيد اللي خليك تشعر بالمتعه في فري فاير. كيف حركت فم كلا الخامس ما فهمت. شباب شفتوا هذوك البنات لما يرسلوا الايموجي تبع كيلي اتس اوكي okay. لكن الاولاد الشباب اللي بيبعثوا الايموجي تبع كيلي هم نفسهم هذا اللي قاعد يغني. التعاودي انا اذا فزت على صاحبي في روم وقال لي انت بوت تلعب اصفر رايك مو مهم لن يفهمها الا القدماء. اوكي ايش دراغون كذا. شوفوا شباب اللي ما عاش عصر الكروسبو لا يقول انه انا قديم في فري فاير. كان اقوى سلاح في اللعبه هو هاد الكروسبو اللي انتم شايفينه امامكم. كان في جليتش تضرب انسان يصير يدمج 100 100 100 حتى يموت من الاخر. وات شباب هذا شخصية فري فاير او شو او حيوان اليف او ايش؟
احلام العصر والله، لما تلعب فري فاير كثير وتسهر الليل وتنام وتفيق مع العصر، هذا الشيء اللي راح تشوفه في المنام حرفيا. والله هلوسة فري فاير. اوكي لا انا ضدك في هذا الشيء، اوكي، لانه حقيبه الفاير باص الاول هي اقوى حقيبه في فري فاير. اوكي شكلها حلو واسطوري قديمه يا اخي، الاقدميه هي اهم شيء عندي، بس شكلها حلو حتى هي الزرقاء شكلها حلو. وش ذا مانوكو ساكيت بوبا مملتي شباب، وكانه في واحد يتحرك، شوفوا مانوكو ساكيت بوبا مملتي، والله في واحد قاعد يتحرك. اوكي وش ذا؟ اوكي طار. جليتش شباب، جليتش والله، خدعة اسطورية، يا ريت انو جربها في حلقة الخدع. وش ده؟ قاعد يحمل الحزمة، فري فاير داخل فري فاير. اوكي تسجيل دخول. شوفوا هذا اسوأ اشعار بيطلع لاي انسان سواء لعب فري فاير او لا. اوكي حتى لو انت مش لعب فري فاير، اذا تدخل تفتح حسابك لاول مره يطلع لك هذا الشيء، راح تحس بتأنيب الضمير، تحس انك مظلوم في العالم. اوكي هذا قاعد يلعب فري فاير في سنه 2023، ليش مسوي قلب مكسور؟ ما يعرف يلعب ولا ايش؟ 1 في 1. اوكي شباب 2020 الوقت في اللي كانت الهيت شوت ترند، اوكي كانوا كل الناس يلعبوا هيت شوت. والله احسن زمن للهيت شوت هو 2020، لانه ما كان كل الناس يلعبوا هيت شوت، كانوا بس الاقليه يلعبوا هيت شوت. اوكي هذا وش قاعد يسوي؟ وات قاعد يسوي؟ قاعد تكبر. لا شباب شوفوا، انا اتوقع انه في مود اذا حطيت اي شيء، هو حط جوهره لو شفتوها بالبدايه كبرت. اوكي حط الحين هذا البرج وكبر، لهيك هذا المود اي شيء راح تحط تزرعه راح يكبر بسرعه البرق. شوفوا شوفوا كم صار كبرها، والله مستحيل يشوفك اي انسان اذا صعدت فوقها. والله وات نزل شباب. فري فاير قديمه اتوقع صح؟ قديمه ولا؟ شوفوا شباب شباب، مود الزومبي هاد من اكثر المودات الممتعه في لعبه فري فاير حرفيا. اوكي لما كنت فري فاير لعبة ممتعة بمعنى الكلمة. فري فاير ما راح تخسر أي شيء إذا ترجع هذا المود بنفس المكان وبنفس الجوائز وبنفس كل شيء، ما راح تخسر أي شيء، لو ترجع راح يصير شيء أسطوري جدا. والله بصراحة شباب فخابة. وش ده؟ وات؟ دبل فيكتور راح فيها، والله قتلوا جيجي. جيجي لا سونيا سونيا لازم يقتل انسان. لا اوكي اسوأ شيء يلا. اوكي كفو سونيا لا تخافوا راح تنشال في التحديث. جي جي سادي باشو احلى اشي. يلا قاضي صح اكيد قتلوا. اي بوت يعني انا بوت، شوفوا خاف اكيد قتلوا اخر واحد. دقيقة نشوف مش ده، ما في صوت ما في، ليش تظليم ليش الجودة هيك؟ شخصية ثلجة شتا. اوكي ما فهمت لحد الان، مش فاهم والله. شباب والله 2020 احسن سنه في لعبه فري فاير حرفيا، هذا التدريب كان في 2020، شيء اسطوري بصراحه. شوفوا شباب والله عندي فيديوهات مسجل، انا كثير فيديوهات في هذه ساحه التدريب. احسن ساحة تبع وان شوتات هي هي الساحة حرفيا. اوكي اصلا قاعد يصور، شوفوا بي ان ال، اوكي حركات بي ان ال، شوفوا 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 ايام الوان طاب.
الوانطاب البرازيلية كانوا إنسان يتيم معك أعرف أنه بدو هاي الحركة شباب تبع أنك تركض وتلعب وانطاب. شوف والله شيء ممتع، كانوا كل الناس يتدربوا مع بعض. شوف 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 مباشرة تلعب مباشرة، كل الناس بيفهموك كل الناس بيفهموك. الحين لو تتيم مع إنسان بيجلدك. أوكي ليتس جو. أوكي هذا شباب داخل فايت قاعد يفنش. أوكي الحمد لله أنه فنش. أوكي قاعد يكسر الثلج ما يقدر. اوكي جيجي والله اسوأ شيء اسوأ شيء. لا لا جيم عادي في سيرفر مينا. لا شباب شفتوا هذوك اللي سيرفيس شباب يطلقوا صواريخ ما يتوقفوا ابدا. والله اسوأ سلاح سلاح الصاروخ يا قاريدا. اوبس وان شوت جي جي والله جي جي. شوف مونتاج خرافي صح. ساكورا مانوكو ساكيت بوبا ساكورا في الحقيقة. اوكي اوريون ديميتري تاتسويا. شفت ديميتري اول سونيا. هذا هو الزمن فري فاير الان. ليه ايش الشخصية اللي اجت الاخيرة؟ عرفت كل هاي الشخصيات في شخصية واحدة بتقضى عليها هي شخصية اللي تشيل الشخصيات. اوكي اطلقها وانت مرتاح واهجم مباشر. 2023 فاز بويا ما عجبه الموضوع بده اكثر من البويا. شوفوا 2019 تقتل انسان تموت بالسعادة. شوفوا شوفوا والله صراحة لعبة فري فاير تغيرت يا شباب بس لساتها متواصلة إلى حد الآن. أوكي فري فاير أنا آسف لأنه هذا الفيديو طلع. أوكي شباب في هاكر لهي الدرجة. أوكي البنت إذا أحست بالملل آخر الليل أوكي قاعدة ترقص هاي في جزيرة الصداقة. الأولاد إذا أحسوا بالملل آخر الليل. أوه شباب البنات إذا أحسوا بالملل يدخلوا جزيرة الصداقة. أوكي يعني فراشات وحركات. احنا لما نحس بالملل ندخل للتدريب. اوكي جلد هيك 100 كيل ايزي بيزي. اوكي بربرا وات هاي الموسيقى تبع كل الخارج يغني بالبربر او شت. لما كان بدنا نحصل الوك مجانا 2019 اغلبية الناس ادمنوا شخصية الوك بسبب كأس العالم 2019 اوكي في البرازيل اللي راح في فريق الانفينيتي الجزائري. كل الناس شافوا انه هاي الشخصية راح تغير فري فاير خصوصا انه اول شخصية نشطة. اوكي الفاكتوري الان فارغة ما في ولا انسان. اوكي ليش الناس ما ينزلوا بالفاكتوري؟ اوه 2018 صراحة كانت الفاكتوري وكأنه في كل الجيم مسويين ستريم سنايب على يوتيوبر واحد هي الفاكتوري. اوكي شكون مازال يتفكر هذا الصوت شباب قصدوا مين يتفكر ما لسه يتفكر هذا الصوت. صوت الدانجر راح يرجع الدانجر في التحديث الجديد. اوكي شباب لا تخافوا راح ترجع ايام فري فاير القديمة. شو رأيك في السكن اللي عندي؟ اخي عنده نفس السكن لكن فيه زائد 3 ضرر. اوه شباب قديما في بعض الحسابات في فري فاير عندهم هذا السلاح لكن فيه 3 ضرر. الناس القديمة جدا 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 في فري فاير حتى انا ما عندي في حسابي. وات اوه شباب اخذ سالب في الجراند ماستر هو عنده 164,000 يعني هو من التوب الاوائل في العالم. اوكي اتوقع انه نزل جيم مات مع البداية. شوفوا كم ناقص شوفوا نقص هون 523 زائد 4 اوكي يعني 27 لهي الدرجة بنقصوا للتوب الاول يعني في الجراند ماستر لهي الدرجة ينقصوا له اذا مات. شوفوا ردة فعله صار يصرخ. لا والله حرام. تخيلوا شباب تكون الاول بالعالم في جيم بلاي واحد تروح عليك الانترنت او تروح الكهرباء او ما ادري ايش او يقتلك هاكر مع بداية الجيم بتصير انت توب يمكن 99 بالعالم.
بجيم واحد. اوكي تخيل تعب كل هاي الايام يروح. المهم يا اصدقائي قد وصلنا الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع يكون اعجابكم، لا تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك. كان معكم الصحراوي اسطورة العالم، اني رحت.